السلام عليكم. بالدرس الثالث رح نشوف كيف ببلش اشتغل على برنامج الكامتاجا، كيف بقدر احط عليه صور فيديو اوديو اي شيء تاني. بس قبل ما نبلش مهم كتير انه نحنا نكون عاملين فولدر حاطة بقلبه كل الصور الفيديوز او الصوت اللي بدي هني، لانه اذا ما بكون بحطيتهم بمطرح واحد وبعمل البروجكت عندي قبل ما أعمل له بروديوسينج، إذا بمحي أي صورة أو بغير له محلها أو أي فيديو أو أي شيء بغير لهم محلهم أو بمحيهم رح يبطلوا موجودين عندي بالبروجكت. لذلك كتير مهم كون عاملي فولدر حاطة بقلبه الصور الفيديو والأوديو اللي بدي هن. بس افتح برنامج كامتاجا، شفنا هيدي قبل إنه بيطلع عندي نيو بروجكت نيو ريكوردينج أو أوبن بروجكت. استعملنا قبل نيو ريكوردينج لنسجل الشاشة، هلا اللي بدي اعمله هو نيو بروجكت. بحال انا كنت فاتحه بروجكت عندي وبدي افتح اي شيء تاني او اعمل نيو بروجكت، فيني من هون اقول له فايل نيو بروجكت لافتح بروجكت جديد. هلا رح نشوف الانترفيس للكامتاجا. عندي فوق هون المنيو تابس موجودين عندي، بكل منيو في عندي اوامر، هول رح نشوف اللي بيهمنا منهم بعدين. في عندي تحت الريكورد باتون، بالريكورد انا بحال كنت عامل بروجكت وبدي ارجع سجل شي من السكرين عندي بقدر اعمل ريكورد من هون. في عندي هول التابز كلهم رح نمرق عليهم، غير هول التابز الموجودين هون عندي بالمور، بعد في تابز تانيين. هيدي الجهة هلا مبينت لي الميديا بن، لاني انا كيبسي على الميديا، بس اكبس اللايبراري بتتغير عندي ببين لي كل شيء باللايبراري، بالانوتيشنز نفس الشيء. فاذا هي بتبين لي الاشياء الموجودين عندي بالتاب. عندي من هون مبين عندي التراكس، اذا بحط شيء على التراك رح تفتح عندي تراك تانية الى اخره. هون عندي الاوامر اللي بقدر اشتغل فيهم على التراك، كمان رح نشوفهم. بهاي الجهة عندي هون الكانفا، الكانفا هي اللي بتبين لي الفيديو الصور اي شيء انا عندي عم بشتغل عليه، يعني هي بتبين لي كيف رح يطلع عندي الفيديو اللي انا عم بشتغله. عندي من هون بروبرتيز، من هون بس خلص الفيديو على الاخر بعمل له بروديوس بهيدا الشير بوتن، هو اللي اهم شيء بالانترفيس عندي.